هناك معنى آخر عجيب جدا أيها الأخوة، طبعا لم يلتفت إليه أيضا من قبل، وهذا عجب. إذا ترك هذا المنشط لحال سبيله وحده من غير تدخل قصري خارجي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإنجاب. وهنا دور المرأة يكون أكبر من دور الرجل، لذا جاءت الوساطة بها 3 مرات في حين جاءت بالرجل مرة واحدة. طبعا لأن التبعات أيها الإخوة والأوهاق والأثقال والوهن أكبر بكثير في حق المرأة منه إيه؟ في حق الرجل. يحدث هنا أمر عجيب جدا جدا، مع كل حمل يتنزل ملكان بسر إلهي مستغلق علوي شريف جليل، إنه نفخ روح إلهية، يعني من لدن الله وليست جزءا من الله استغفر الله العظيم، لكن من لدن الله من أمر الله نفخ روح في هذه الرحمة أو في هذا الرحم، لكي يستحيل هذا اللحم والدم إلى إنسان. ثم أنشأناه خلقا آخر. الذي لم يلتفت إليه أن هذا لا يتم في صلب الرجل، إنما يتم في رحم المرأة. فكم هي المرأة مقدسة إذن؟ انتبهوا، ليس متاحا لأي واحد منا كرجل كرجال أيها الإخوة أن يخبر هذه التجربة يوم من الأيام، ولن يخبرها. لن تخبر في يوم من الأيام أن تتلقى روحا من روح الله، لكن المرأة تفعل هذا مع كل حمل. فلما نحتقرها؟ لما لم نلحظ هذه الميزة؟ أدركتم؟ هذا هو الإطار أيضا، إطار التمييز ضد النساء، إطار احتقار المرأة، عدم رؤية حتى مزاياها وخصائصها. هذه خصيصة لا يمتلكها أي ذكر على وجه الأرض، ولن يمتلكها، تمتلكها المرأة. المرأة لا تستطيع أيها الإخوة إلا أن تكون أعظم شاعرة وأعظم روائية وأعظم فنانة، أن تعبر عن هذه اللحظات النادرة المتفردة تماما والتي تتلقى فيها هذا السر الإلهي. هذا يكون بماذا؟ باسم ماذا؟ وبرسم ماذا؟ باسم الزواج، باسم العلاقة بين الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. لكن حظ المرأة منه أعظم. من أمثالنا العربية الشائعة، وكم سمعنا هذا آلاف المرات، إذا طلق أحدهم زوجته أو طلقته هي أو ماتت أو حدث ما حدث، يأتي من يقول له وهم بالعشرات طبعا من ذويه وأقربائه وأودائه: ما الذي كان؟ ما الذي حصل؟ لماذا أنت حزين؟ لماذا أنت تاعس وبائس وكئيب؟ النساء وغيرها كثير، نأتيك بعشرات بعشرات، انتبهوا، مثل ما إيه؟ يأتونك بعشرات الكتب مثلا، أو عشرات لفائف السجائر، أو عشرات المناديل، أو القمصان، أو الأحذية، عشرات، نأتيك بحشرات غيرها، نأتيك بست، من هي؟ مستحيل. الإنسان الذي يعرف ما هي العلاقة، ما هي الزوجة، ما هي المودة والرحمة التي خلقها الله وجعلها من آياته بين الزوجين، يعلم يقينا أنه ليس على وجه الأرض من ستحل محلها. أنت قد تأتي أخرى لكنها لن تحل محلها. النبي علمنا هذا، الذي أحب عائشة كثيرا أيها الإخوة، وقربها كثيرا وصرح بهذا الحب، لكنه كان يصر أبدا حتى آخر يوم ونفس أن خديجة هي رقم واحد. خديجة، لا والله، يقول ما أبدان الله خيرا منها. خديجة انتهت يا رسول الله، صارت ترابا، انتهى كل شيء، يعني انتهت العلاقة الجثمانية أو الجسمية بينكما. بغض النظر، الحب ليس مجرد علاقة جنسية، الزوجية ليست علاقة جنس، أبعد من هذا بكثير، أبعد من هذا بكثير. حتى وإن ماتت خديجة من 10 من 20 سنة، ستبقى خديجة إيه؟ على بال محمد وعلى ذكر منه، يتذكرها باستمرار ويفو إليها ويحب أيامها أيها الإخوة، يود صديقاتها، تعلمون هذا الحديث مشهور جدا جدا، يسمع باستئذان هالة أختها، لها طريقة في الاستئذان، فيقول اللهم هالة، يعني أسألك أن تجعلها هالة، يحب يشم منها رائحة خديجة. ما هذا الوفاء؟ هذا هو الحب، هذه الإنسانية. يفتح مكة أيها الإخوة بعد أن تهدى الأمور قليلا، يأتي إلى قبره الشريف ويضرب قبته هناك ويجلس يبكي، يتذكر عهد خديجة، أعظم شخص في البشرية أيها الإخوة. هذا هو الحب، لا أتحدث عن وفاء، انتبهوا، ليست قضية وفاء، هي وفاء بلا شك، وليست قضية إيه؟ أمانة على الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هل من يقرأ آية الميثاق الغليظ يقول إنهن مثل الأحذية؟ سمعت هذا 100 المرات، يقول ماذا؟ المرأة مثل الحذاء، تلبس حذاء وتنزع حذاء،
تنتعل حذاء ثم إيه تنتعل حذاء غيره. الله أكبر يا أخي. أن المرأة مثل القميص، قميص يلبس قميص ينزع، ما فيه، النزاع غيره كثير، غيرها بالفلوس. أسوأ ما يمكن يصل إليه الإنسان في تصوره لهذه العلاقة الحميمة القدسية الإلهية ذات البعد الإلهي، وسيأتيكم برهان هذا كتابا وسنة أيها الإخوة، هو فهمه أو اعتقاده أو ظنه أن عقد الزواج يعطيه حق ملكية الزوجة أو ملكية الزوج، صك بالملكية، صك بالملكية، انتهى ملكا أتصرف فيها. ومن هنا أيضا ما يبرر المرء نفسه أن يضرب زوجته ضرب البعير، ضرب الدواب، أحيانا يموتني. طبعا هذا ليس بالعالم العربي، في العالم كله تضرب المرأة أحيانا حتى تموت، أو تدخل إيه المستشفى مكسرة مهيضة. ما هذا؟ ما هذا؟ حتى لو كانت حيوانا في ملكك لا ينبغي لك هذا، لكنها إنسان في ملكه، وهو يرى أنه ينبغي له هذا. بمقتضى ماذا يا رجل؟ بمقتضى العقد، العقد الإلهي، العقد الذي وثق أيها الإخوة، وثق وأكد باسم الله يعطيك هذا الحق. إذا لا كان هذا العقد ولا كان هذا التوثيق، تجعلون الناس يشكون أصلا في صدقية أن يكون العقد ممهورا باسم الله تبارك وتعالى. هل الله هو الذي أعطاكم هذا الحق؟ متى وأي وكيف؟ من الذي أفهمكم هذا؟ شيء عجيب أيها الإخوة، كل هذا يتم باسم الدين، باسم العداء والأعراف والأخلاق والمرجلة، والرجل كلام فارغ في فارغ في فارغ إلى آخر نفس، حتى ينقطع النفس هو فارغ أيها الإخوة، حتى ينقطع النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها حفظت نفسها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، هذه أبواب الجنة قدامك، أي باب اختاري أن تدخلي منه. أي كرامة هذه وصلت لها المرأة؟ هذا كله بدعوة هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.